من كل صوب لم يكن عاما على هوى النظام الإيراني فقد ودع العام المنصرم بحنق شعبي عارم انطلقت شرارته من مشهد وبالواقع نفسه بل أسوأ استقبل العام الجاري وبالصورة ذاتها يودقه لا دعاية الشيطان الأكبر إذا ولا سياسة الهروب إلى الأمام عبر استعراض القوة نفعت نظام الملالي في تحسين صورته أمام الرأي العام بل إن القداسة الزائفة التي أحاط بها ساسة إيران أنفسهم تحت اسم المرشد الأعلى احترقت في 2018 في أكثر من ركن، وصدحت حناجر المحتجين في أكثر من منطقة بتغيير النظام، كمطلب شعبي بارز سجلته احتجاجات العام الجاري في إيران. في جردة للحركات الاحتجاجية التي شهدتها إيران خلال العام الجاري، تتحدث تقارير للمعارضة الإيرانية عن 9357 حركة احتجاجية حتى الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري. سجل شهر أكتوبر وحده عرف 1533 حركة احتجاج في 323 مدينة وقرية ومنطقة. نظم العمال وحدهم 1865 حالة احتجاج على طول العام. فيما نظم المعلمون والتربويون 499 حركة احتجاج حتى ديسمبر الحالي. الطلاب بدورهم شكلوا 227 حركة احتجاج خلال العام الحالي. ومن خلف القضبان الحديدية رفع السجناء سلاحهم الوحيد: الإضراب عن الطعام. وشكلوا 118 حاله اضراب خلال 2018 فيما طالب المواطنون المنهوبه اموالهم باعادتها لهم من قبل مؤسسات النظام عبر 297 حركه احتجاجيه في اكثر من منطقه والغضب هنا او هناك تحرك اسباب عده تراكمت فانهكت الايرانيين فالمحتجون لا يجدون تفسيرا لاوضاعهم البائسه في بلدهم الغني بكل المعايير الاقتصاديه بل وينفق هذا البلد بسخاء على ميليشياته المسلحه حول العالم خدمه لمخططاته التوسعيه